يقول أنا شاب متخرج من إحدى جامعات الدول العربية في كلية القانون، فهل يجوز لي العمل فيما تقتضيه هذه الشهادة من مهن مثل المحاماة أو فتح محل محرر عقود إلى آخر ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ لا تشتغل بالقانون، القانون من وضع الشياطين، لا تشتغل فيه، اطلب الرزق في غيره، والأرزاق كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ألا تشتغل بالقانون. نعم.